السلام عليكم. في أقل من 12 ساعة قامت اليوتيوب بإلغاء قرار ضخم جدا وهي إشارة التوثيق. كما قلت لكم امبارح تكلمت على موضوع توثيق القنوات وتغييرها بعلامات أخرى مختلفة، يعني لأصحاب الموسيقى لديهم علامة توثيق خاصة بنوتة الموسيقى والفنان وهكذا. قالوا بأنه تم تغيير هذه السياسة وسيتم إلغاء هذه الإشارة من العديد من القنوات التي هي ليست حصرية، ولكن نتفاجأ بتحديث جديد أقل من 12 ساعة يقولون فيه لقد ألغينا هذا القرار. وبكل بساطة أنا في رأيي الشخصي يعني هي أصبحت اليوتيوب أصبحت مهزلة، لا أعرف إن كانت ستقف على رجليها أو لا، لأن المشكلة بدأت منذ أكثر من 4 سنوات حينما تم إلغاء الإعلانات من طرف الشركات الكبرى لمدة 6 أشهر، يعني لم نتلقى الأموال لأكثر من 6 أشهر في قنواتنا. منذ ذاك الحين والسياسات اليوتيوب يعني تخنقنا أكثر فأكثر، حتى وصلت الدرجة أنهم يعني يمنعون الأرباح من قنوات مثل الأطفال وغيرها. للأسف فقط حبيت نخبركم أو أريد أن أخبركم بأن الفيديو السابق قد تم إلغاؤه ولم يعد يعني مجدي. أما أصحاب القنوات الذين أرسلوا تلك الطلبات فلا فائدة منها واليوتيوب لن تستعملها وعلامة التوثيق ستبقى لأجل مسمى، يعني ممكن هذا القانون يطبق بعد عام أو عامين، الله أعلم، ممكن فيه مشكلة تقنية، ممكن هناك مشاكل لذلك لم يستطيعوا تطبيقه. شيء آخر حبيت نتكلم عليه في هذا الفيديو الصغير، قبل هذا فقط نتمنى أنكم تزوروا قناتي الجديدة قناة الرياكشن باش تشوفوا فقط يعني نوعية القنوات اللي نقدر نفتحوها ممكن تنجحوا فيها توما ثاني. هي قناة رياكشن ومديرت لها قناة التنمية البشرية، يعني أمور نصائح وفي نفس الوقت يعني رياكشن لأشياء كثيرة. قناة اسمها أمين سيستم، كاتبها أمين سيستم كما راكم تشوفوا هنا أمين سيستم. هذه القناة تلقاو الرابط تاعها أيضا أسفل الفيديو، ونكون متشكر بزاف إذا رحتوا واشتركتوا فيها ودعمتوني فضلا وليس أمرا. شيء آخر، هناك تأخر كما نشوف هنا في نقل الأرباح إلى حساباتكم البنكية من جوجل أدسنس إلى حسابكم البنكي أو ويسترن يونيون أو أي وسيلة تعملون بها. لاحظت بأنه لم ترسل هذه الأموال اليوم، الله أعلم السبب هو أنه اليوم السبت وأوروبا أو أمريكا لا تعمل يوم السبت يعني يوم عطلة، لذلك فاحتمال كبير جدا أنهم سيرسلون الأموال غدا، يعني ما كلا تتقلقوا ما تتحيروا ما هيش مشكلة، هي فقط أدسنس لم ترسل أموال لأن اليوم هو السبت على حسب علمي. شيء آخر أيضا أنا ما نسيتش، يعني لم أنسى المنشور اللي درته لكي أراجع القنوات، فقط ليس لدي وقت كافي لكي أعمل مراجعة القنوات لأنه تتطلب جهد وتصوير ومونتاج، وأنا لدي أعمالي الخاصة نقوم بها، يعني أنني خدام يعني ما عنديش وقت، وحالة الزوالي كما أعلمكم الزوالي يجي على الخبزة راني نهار كامل نجري على الخدمة، فقط نحاول نخصص وقت في الليل كما درك راهي قريب 10. أنا درت لكم شي فيديو هذا نتكلموا فيه على بعض المواضيع، يعني مانيش حنساكم، حنديروا مراجعة شاملة لكل أشخاص اللي داروا في التعليقات في المنتدى اللي وضعوا الرابط تاعهم أو عندهم قنواتهم ندخلوا ليها ونشوفوا المشاكل تاعهم. ثالث شيء كما وعدتكم يعني لكن تلاحظوا الدرس اللي قبل اللي فات خذت لكم درس كيف نتواصل مع فريق دعم اليوتيوب يعني بطريقتي، ولاحظتوا بلي في الديريكتوم كيف تواصلت معهم وكيف حكيت معهم، لكن تلاحظوا بلي تواصلت معهم لقناة اسمها جولدن هاند اليد الذهبية. على بالي كثير لا يعلم بأن لدي قناة نسائية للفساتين الأعراس وغير ذلك، هي قناة صورية فيها فقط صور موسيقى، لكن تلاحظوا بلي هذيك القناة ليست ملكي، يعني ليست ملكي حرفيا يعني بالجيميل، معناتها أنا قناتي بجيميل واحد نستعمل فيها، أما هذه القناة استعملت يعني حلت جيميل آخر مدار فيها قنوات تجريبية فقط. هذه جربتها نجحت يعني فيها أكثر من 18,000 مشترك وفيها مشاهدات جيدة، لذلك فبعد نجاحها تقريبا مدة عام ولم تراجعها اليوتيوب تماما، لم تراجعها نسيتها. في الفيديو اللي كنت فرجته قبل هذا
هتلاحظوا باللي قدرت نتواصل مع فريق دعم اليوتيوب واللي يكون ذكي بزاف يعرف كيف هنا هذا الجيميل المختلف وكيف قدرت نتواصل معهم بالجيميل تاعي وعلاه ما قاليش ولماذا لم يقل لي بأن الجيميل الخاص بك أو القناة هذه ليست ملكك لأنك لست صاحبها. انا في هذا الفيديو ان شاء الله اللي حنقوم به في الايام القادمه ان شاء الله بربي ان شاء الله ممكن المره الجايه كنجي بعد يومين او ثلاثه راح نعطيكم السر اللي وعدتكم به ونعطيكم يعني طريقه انا طريقتي هذه هي ممكن كاينه ولكن الناس في العالم العربي ما عرفوش يستعملوها بطريقه صحيحه. انا جاتني فكره هذه صلحت اخي وعدتكم قلت لكم باللي قلت لكم باني عندما انجح بهذه الطريقه لكي اراجع قناتي ساعطيكم هذه الطريقه ولن ابخلكم. قلت لكم ولاحظت باللي راجعوا قناتي ولاحظتكم باللي دارها الفريق المختص اليوتيوب وبعد 12 ساعه عاود رجع لي لكن قناتي ما نقولوش تم رفضها ولكن يقولون بأنك دخلت لمراجعة إضافية رغم أن قناتي صورية 100% لم ترفض ولم تأتيني أي شيء بأن المنتج محتوى منسوخ أو مكرر مثل الآخرين. لذلك إذا حبيتوا تشوفوا نوعية الفيديو القنوات القناة هذه تاع اللي درتها اكتبوا فقط golden hand باللغة الإنجليزية أو اليد الذهبية تلقاو 18000 مشترك. هذه قناة تاعي دخلت في المراجعة إضافية قولوا لي بلي حمل محتوى جديد. إذا أنا حاولت نحمل دركا محتوى جديد وما نحاولش نحذف القديم راح نجرب أيضا أسلوب آخر أني نحمل غير جديد وما نحملش قديم وبعد مدة شهر أو شهرين نتواصل معهم ونقول لهم بلي أنا حملت محتوى جديد راجعوا قناتي ونشوف الرد اسكو تقبل ولا ترفض. اذا رفضت معناتها نرجع العقلية القديمة انه نحذف كل فيديو صوري ونخليه فقط الفيديوهات العادية ونزيد نجربه. كما قلت لكم ان شاء الله راني ما نسيتكمش راح ندير لكم هذا الفيديو نعطيكم الطريقه علاه خايف نعطيكم هذه الطريقه لانها خطيره جدا جدا لاصحاب القنوات. لماذا خطيره؟ لان فيها واحد الامور هكذا خفيه يعني لازم تكون فيها ثقه ولازم تكون فيها واحد الامور هكذا باش نقدروا نتواصلوا راكم فاهمين. لكن لاحظت الفيديو السابق تواصلت مع فريق اليوتيوب عادي ورجعوا لي على قناتي وهي ماهيش ملكي عادي جدا. كاينه طريقه راح نعطيها لكم بربي ان شاء الله انا قلت لكم ما اذا كنا منحيين راح نعطيكم هذه الطريقه وراح ممكن راح تفك مشاكلكم وراح تراجعكم قناتكم. لماذا؟ لانه انا قناتي عندها اكثر من عام وما تراجعش عندما راجعوها قال لي فريق اليوتيوب بانه حقيقه هذه القناه عندها مده وهي في المراجعه يعني هو مستعرفين بلي نساوها وذوك راجعوها لي نورمال معناتها اذا كانت قناتك جيده راح يراجعوها عادي جدا يا جماعه راح يراجعوها لك نورمال. لذلك فقط اصبروا ودوك ندير لكم هذا الفيديو. هذا هو الفيديو لهذا اليوم اللي عنده اسئله واللي عنده مواضيع يقدر ينزل اسفل الفيديو قبل هذا تشتركوا في القناه من فضلكم دعمونا بارطاجيو القناه هذه باش تكون اكبر قناه جزائريه لتعليم اليوتيوب او لتعليم الناس على الاقل تكون قناه تعليميه كبيره في الجزائر من فضلكم. يعني حاولوا تبارطاجيو للناس حاولوا تحكيوا للناس على قناه امين الزار حاولوا تمدوا هذه الفيديوهات للناس ما تدخلوش على الاقل نستفادوا كاملين. اذا ما نطولش عليكم اكثر من هكذا ان شاء الله في فيديو اخر. سلام.